يوما بعد آخر تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية سوءا في تونس، وتتفاقم معها الاحتجاجات الشعبية الرافضة لسياسات الحكومة وفشلها في تحقيق الاستقرار في البلاد. موجة الحر التي شهدتها تونس مؤخرا أدت إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية المتعلقة بالكهرباء والمياه. المرصد الاجتماعي التونسي لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سلط الضوء على هذه الاحتجاجات، حيث سجلت تونس 234 تحركا احتجاجيا خلال شهر تموز الماضي، 25% منها ضد قطع المياه والعطش، و6% منها ضد انقطاع التيار الكهربائي. كذلك احتج التونسيون على نقص التزود بالغذاء والمواد الأساسية وارتفاع أسعار الخضار والغلال، وطالبوا بتحسين الخدمات الطبية وتوفير الأطباء، وشكلت هذه المطالب نحو 15% من الاحتجاجات. وحملت التحركات الاحتجاجية أكثر من شكل، 39% منها كانت عبارة عن تجمعات أو وقفات احتجاجية، ومثلت الاعتصامات نحو 23% منها، بينما وجه 13% من المحتجين نداءات استغاثة عبر وسائل الإعلام. كما احتج تونسيون عبر قطع طرقات والتهديد بالانتحار وحرق العجلات المطاطية. كما سجل شهر تموز 49 تحركا شارك فيها معلمون وأساتذة طالبوا بصرف الرواتب والمنح التي لم تدفع لهم. وبلغت الاحتجاجات القطاعية للمدرسين نحو 28% من الحراك الاجتماعي المرصود من قبل المنتدى. وتنوعت فضاءات تحرك الفاعلين الاجتماعيين بحسب المنتدى، وتوزعت بين الفضاءات العامة والطرقات أو داخل مقرات العمل أو عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أو أمام المقرات الإدارية، وخصوصا شركة توزيع الكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وتفاقمت متاعب التونسيين نتيجة عدم تأمين استقرار إمدادات الكهرباء بسبب ما تواجهه الشركة الحكومية من وضع مالي مأزوم منذ سنوات، والديون التي خلفت عزا ماليا كبيرا.